في الوقت اللي فيه أغلب الدول الأوروبية فرضت إجراءات صارمة لمواجهة وباء كورونا، وكتير من الدول والمدن في العالم بتعيش في ظل إجراءات الإغلاق الكامل، السويد بتتعامل مع الوباء بطريقة مختلفة خالص، حتى مختلفة عن أقرب الدول ليها. يعني هتلاقي فيها الناس ماشيين في الشوارع عادي بدون ماسكات، وكمان قاعدين في الكافيهات، وهتلاقي ناس قاعدين في الحدائق العامة والمنتزهات، وهتلاقي أطفال بيلعبوا في الأماكن المخصصة للعب الأطفال، ده غير المطاعم والملاهي الليلية وغيرها من المحلات اللي بتمارس عملها بشكل طبيعي خالص. وده طبعا شيء غريب في الوقت الحالي، وخلى ناس كتير بتتساءل ايه السر وراء التصرفات الغريبه دي، وهل السويديين يعرفوا حاجه معينه عن الفيروس ما يعرفهاش باقي العالم، ولا هم اصلا مش مهتمين بالموضوع ومش فارق معاهم. تعالوا بينا نتكلم في الموضوع ده مع بعض بشكل تفصيلي اكتر، ونعرف مع بعض ايه السبب ورا كل ده. تابع معايا الفيديو للاخر، ولو بتشوفني لاول مره وعجبك محتوى القناه اتفضل اشترك وفعل زر الجرس علشان تشوف اي فيديو جديد. السويد فعلا من بداية انتشار الوباء في العالم وهم مش مهتمين بالموضوع خالص، بمعنى انهم ما اتخذوش اي اجراءات احترازية او وقائية زي باقي الدول، لكنهم مؤخرا اتخذوا بعض الاجراءات اللي في بعض الناس شايفينها اجراءات غير كافية. يعني زي مثلا ان التجمعات ما تزيدش عن 50 شخص، علما بانها كانت قبل كده 500 شخص، اللي هو يعني ممنوع الحفلات او الجنائز والتجمعات الكبيرة يعني بشكل عام، وحظر الوقوف في المطاعم او البارات قريب من اماكن العاملين، لكن عادي انك تدخل اي مطعم وتقعد على اي ترابيزة وتطلب الاكل وينزل لك وتاكل، مفيش اي مشكلة. كمان قرروا اغلاق المدارس الثانوية والجامعات فقط، لكن المدارس الابتدائي ورياض الاطفال شغالين مفيش اي مشكلة. في المقابل مثلا عندنا الدنمارك جنب السويد، وتعتبر نفس نسبة الاصابات ونفس نسبة الوفيات زيها، لكن في الدنمارك طبقوا اجراءات صارمة زي باقي الدول. الواضح من استراتيجية السلطات السويدية انها بتحاول ابطاء تفشي الفيروس، يعني هم عارفين ان الفيروس كده كده هينتشر، لكن هم بيحاولوا يخلوا موضوع الانتشار ده بشكل بطيء بقدر الامكان، وفي نفس الوقت يكون عندهم القدرة على التركيز في حماية الفئة الأكثر عرضة للخطأ بدل ما ينتشر بشكل سريع أكتر وينهك النظام الصحي والاقتصادي ويخرج عن السيطرة. أو إنهم ممكن يكونوا بيتبعوا نفس الخطة اللي كانت بريطانيا عاوزة تنفذها في الأول، اللي هو موضوع مناعة القطيع، يعني يسيبوا الناس عادي يتعاملوا براحتهم وبشكل طبيعي، واللي ياخد العدوى ياخدها، واللي ينجو منهم ينجو، واللي يموت يموت، لكن في المقابل اللي هينجو منهم هيبقى خلاص أخد مناعة مثلا ضد الفيروس وهينقل الأجسام المناعية ديت لباقي الناس اللي موجود، وكده هيبقوا ضمنوا ان هو خلاص كده قضوا على الموضوع واللي موجود مش هياخد العدوى تاني. هو ده موضوع مناعة القطيع باختصار. طبعا الله اعلم، ما نعرفش لحد الان ايه اللي في دماغهم بالظبط، او هم متبعين انهي سياسة او ناويين على ايه. الحكومة السويدية طلبت من المواطنين في السويد اتباع نصائحهم والمشاركة في تحمل المسؤولية، يعني اللي يقدر يعزل نفسه ويقلل من التجمعات والاختلاط والتنقلات الكتير اللي ملهاش لازمة بشكل طوعي كده، او اللي يقدر وظروفه تسمح انه يمارس عمله من البيت مثلا وهكذا. وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين في أول كلمة موجهة للشعب: نحن كراشدين يجب أن نكون كذلك بمعنى الكلمة، ولا ننشر الذعر والفزق. هذه الأزمة تواجهنا جميعا، وعلى كل فرد منا مسؤولية جسيمة يجب تحملها. وفي ناس كتير جدا من الشعب السويدي شافوا الخطاب ده بالفعل، على حسب استطلاع رأي عملته بعض المؤسسات السويدية. وفي الوقت نفسه في السويد مستوى عالي جدا من الثقة بين الشعب والحكومة، يعني الشعب دايما حتى في الأوقات العادية بيكون مطيع للحكومة وواثق فيها بشكل كبير. وقالت شركة SL للنقل العام في عاصمة السويد ستوكهولم انها رصدت خلال الاسبوع الماضي تراجع كبير في عدد الركاب بنسبة 50%، واثبتت استطلاعات ودراسات ان نص سكان ستوكهولم شغالين عن بعد ومش بيروحوا المقرات عملهم. في بعض الشركات السويدية توقعت ارتفاع نسبة العاملين عن بعد الى نسبة 90% على الاقل، وده طبعا بفضل القوى العاملة المدربة على استخدام التكنولوجيا وثقافة العمل عن بعد. وقال رئيس احدى الشركات الكبيرة الممولة من الحكومة ان كل شركة عندها الإمكانية إنها تنفذ ده، والحاجات دي بتوضح إلى حد ما استراتيجية الحكومة لمشاركة المسؤولية مع الناس. الحكومة بتعتمد أكتر على تقديم الإرشادات للناس أكتر من تطبيق القوانين الصارمة. كمان السويد في عاداتها الاجتماعية مختلفة بطبيعتها عن دول تانية كتير، يعني مثلا أغلب الأسر في السويد بتكون مكونة من شخص أو شخصين بالكتير عايشين مع بعض، يعني مش موجود عندهم الجو الأسري والتجمعات العائلية اللي هو يكون أسرة مكونة من كذا فرد وعيلة كبيرة عايشين في بيت واحد والكلام ده، على عكس دول تانية أوروبية
الأوروبية زي إيطاليا وأسبانيا وغيرها زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. وقال بيورن أولسون أستاذ الأمراض المعدية في جامعة أوبسالا: بالطبع ستنتشر العدوى بشكل سريع إذا كنت تتحدث عن أسرة مؤلفة من عدة أفراد. لدينا الكثير من الناس في السويد يعيش كل منهم بمفرده، وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء تفشي الفيروس. كمان بعض الخبراء اهتموا بالطريقة اللي بيتصرف بها السويديين ووضحوا ده، وإن الأعراف والعادات الاجتماعية والتقاليد عندهم مش بتخليهم قريبين من بعض بشكل كبير. والقرب هنا مقصود به القرب الجسدي، اللي هو لما يبقى حد بيتكلم مع حد أو قاعدين جنب بعض أو أي اختلاط في أي تجمع أيا كان، مش بيكونوا قريبين جدا من بعض، بيبقى في مسافة مناسبة بينهم وبين بعض. يعني مثلا في المواصلات العامة مش بتلاقي الناس قاعدين قريبين جدا من بعض. كمان لو حد قابل حد في أي مكان وهو ما يعرفوش معرفة شخصية، مش بيندمج معاه في التعارف والكلام وكده. يعني لو قابله شخص ما يعرفوش مثلا وبيسأله على أي حاجة، بيرد عليه الإجابة على قد السؤال، مش بينخرط معاه في الكلام. وقالت لولا أوكريستروم اللي ألفت كتاب قبل كده عن الثقافة السويدية، إن السويديين بيلتزموا بالتباعد الاجتماعي وعدم القرب المبالغ فيه للأجساد، وهي دي طبيعتهم دايما حتى من قبل التفشي الوباء الفيروس كورونا، وإنهم متعودين إنهم يفضلوا في بيوتهم بمجرد الشعور بالصداع. وده معناه إن لو أي حد حس بأي أعراض خفيفة لأي مرض هيختار إن هو يفضل في بيته. لكن برضو كل ده ما ينفيش إن في نسبة كبيرة من السويديين مش واخدين الموضوع على محمل الجد، وكتير منهم مؤخرا نشر حاجات على مواقع التواصل الاجتماعي بتوضح إن هم ما زالوا بيستضيفوا ناس في بيوتهم، وإن في ناس بتعمل تجمعات كبيرة وحفلات أعياد ميلاد وغيره، وناس تانية بتخرج تسهر عادي في الملاهي الليلية والأماكن اللي زي دي، وشايفين إن ده عادي مفيش فيه أي مشكلة. ولذلك لازم برضو نكون عارفين إن في مشكلة ما زالت قائمة بالرغم من كل ده. وخلينا نذكر برضو إن كتير من خبراء الفيروسات اللي موجودين في السويد طلبوا من الحكومة تنفيذ نفس الإجراءات زي باقي الدول، وكمان بعضهم انتقد توقعات هيئة الصحة العامة بإن المواطنين ياخدوا مناعة وكده، وقالوا إن الموضوع ده أصلا حتى لو تم بشكل كويس زي ما هم متوقعينه هيحتاج وقت كتير ممكن يزيد عن سنة. والبعض قال ان الدعم الكبير من المواطنين للحكومة وثقتهم الكبيرة فيهم ممكن يكون شيء كويس، بحيث يعني لو اتطور الوضع عن كده واضطروا ان هم يفرضوا اجراءات اكتر صرامة او حظر كامل وكده، هيلاقوا قبول من الناس وكله هيطيع وينف، لان زي ما قلنا اغلب الشعب السويدي عندهم ثقة كاملة في الحكومة، وان الحكومة عندها مصلحة المجتمع هي في المقام الاول، وعشان كده هيتفاعلوا بشكل ايجابي مع اي اجراء اكتر صرامة تفرضه الحكومة. بطبيعة الحال المرحلة اللي الجاية دي هتوضح ملامح الوضع اكتر في السويد، وخصوصا بعد تحذير هيئة الصحة العامة في السويد بان الاسوأ لم يأتي بعد، وفي عندهم مخاوف كتير من ناحية المستشفيات ومدى جاهزيتها للتعامل مع الوضع، وهل لو كان الطلب متزايد على الاسرة ووحدات العناية المركزة هيكون العدد كافي ولا لا. لكن المشكلة زي ما احنا عارفين ان في اوقات الازمات اللي زي دي مفيش اي شيء مضمون على الاطلاق. وفي النهاية نتمنى السلامة للجميع، وربنا يعدي الازمة دي على خير، ونتقابل على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.